اختتمت اليوم فعاليات الدورة العادية 13 للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الأفارقة، وألقى وزير الموارد المائية والري رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة هاني سويلم كلمة توجه فيها بالتحية لوزراء المياه الأفارقة والسادة ممثلي السادة الوزراء على مشاركتهم في هذا الاجتماع الهام، معربا عن ترحيبه بالأشقاء الأفارقة في بلدهم الثاني مصر. مجهود كبير تم في الشهور السابقة علشان نصل للي احنا وصلنا له النهاردة. النهاردة بنتكلم عن قضيتنا قدام العالم كله. النهاردة أفريقيا متفهمة قضية المياه في مصر، وإحنا كمان متفهمين قضايا المياه في جميع الدول الأفريقية، متفهمين إن كلنا لينا حقوق في المياه، إن المياه حق من حقوق الإنسان لازم نحافظ عليها. لازم الدول الأفريقية تترابط وتتكامل علشان تقدر تواجه التغيرات المناخية. لازم الدول الأفريقية كمان تترابط علشان تقدر تواجه الزيادة السكانية المضطردة الحقيقة اللي بتحصل في جميع الدول. ومصر مش بمعزل عن الدول الأفريقية، ولكن مصر عندها ريادة حاليا في مجال المياه. نقدر نساعد جميع الدول الأفريقية ان هي تدير المياه بكفاءة عالية. حاولنا وشرحنا قضيتنا بشكل موسع.